مساكم الله بالخير. أنا دائما أفضل قراءة المشهد السياسي من بعيد بالصورة الكبيرة، مثل ما يقولون بالإنجليزي البيج إيمج، يعني طالع النتيجة العامة والاتجاه العام عشان ما تغرق بالتفاصيل وتضيع. الأزمة الخليجية الحالية بينت لنا أمور من جانب آخر، كالعادة أنا أحب أقرأ الأمور من جانب آخر. فالمتأمل الأحداث أحيانا نشوف أن الأمور متجهة باتجاه معين بشكل قوي ومكثف، فنكتشف بعدين أن هذا الاتجاه مصطنع. شلون يعني؟ مثلا بالتسعينيات كان سب لأي دولة أن يكون عندها قاعدة أجنبية أو أمريكية تحديدا، وكان في نظرة يروج لها بازدراء تنظر للكويت والسعودية كون أن عندهم قواعد أمريكية على أراضيهم، وكان يروج بأن هذا الأمر يعني عمالة وخضوع واحتلال غربي. وكان هناك أعمال عنف استهدفت هذه القواعد، استهدفوا الأمريكان بالسعودية وبالكويت أيضا، تم استهداف هؤلاء الأمريكان والقواعد بتفجيرات وعمليات قتل وما إلى ذلك. بعدين لما انتقلت القاعدة الأمريكية من السعودية من الخرج إلى الدوحة أو قطر قاعدة العديد، فجأة انتهى هذا كله. فما صرنا نسمع أن هذا خيانة للإسلام والعروبة وأن هذه عمالة للغرب وخضوع وخنوع، نسوا الموضوع وكأن شيئا لم يكن. فهذا خلينا نتأمل ونعرف أن الوضع كان مصطنع وليس طبيعي. أيضا خلال السنوات الماضية تم الدندنة حول موضوع إيران وأن دول الخليج ضعيفة أمام إيران ومتخاذلة أمام مواجهة إيران، وفجأة بعد أحداث الخليج الأخيرة مع قطر أصبح نفس اللي يدندنون حول هالموضوع يبررون لقطر تعاملها مع إيران. طبعا هم نفسهم كانوا يبررون جزئيا لحماس لأن حماس مسكينة وما عندها حتى تأخذ منها معاشات ولا فلوس فما لها إلا إيران. طبعا هذا الكلام مردود عليه، فالمفترض أن يضحون بسياستهم الخارجية بزعمهم لأجل أشقائهم ولأجل التصدي، مو يضحون بأشقائهم ويتعاملون مع إيران لأجل المحافظة على توجه سياسي خارجي بزعمهم. طبعا هذه الأمور كانت على المدى الطويل، يعني الدندنة حول القواعد الأمريكية والدندنة حول إيران كانت على المدى الطويل. أما الموجات القصيرة والصغيرة فمنها أن لما جاء ترامب إلى الرياض ووقع هذه العقود والاتفاقيات، وصفوا السعودية بأنها بقرة حلوب وأنها دفعت الجزية لترامب بزعمهم. أما إعلان قطر شراء طيارات F-15 فهذا كان ذكاء سياسي ودهاء ولعبة شطرنج مع السعودية وتغلبنا عليهم، شوفوا شلون يلعبون. فالخلاصة أن ليس كل وضع عام واتجاه رأي سائد يكون بالضرورة طبيعي وصحيح، فقد يكون هناك من خلق هذا الاتجاه العام وساهم في تكوين هذا الرأي العام ودعمه بالاتجاه اللي هو يبيه لأهداف أخرى، ليس لأنه مؤمن فيه وإنما عنده أهداف مستقبلية أخرى، مثل ما شفنا مع القواعد الأمريكية ومثل ما شفنا مع التعامل مع إيران. فبالنهاية شفنا أن من قاد هذه التوجهات لأهداف أخرى ليست طرد الأمريكان أو مقاتلة أو محاربة الإيرانيين، وإنما الانتقاص من دول معينة لأجل مهاجمة سياستها الخارجية لأهداف أخرى. لذلك علينا ألا نركب أي موجة وألا نأخذ الأفكار إلا من الثقات المشهود لهم بثبات المواقف والرؤية الثاقبة وأنهم مو مؤدلجين أو حزبيين. وباختصار نتبع دولنا لأنهم أحرص منا على حكمهم وأحرص منا على أمن الدول اللي يحكمونها.